السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ انا رجعت لكم بوصفه اخرى اللي هي لي فيسيل بيكارد. فيسيل بيكارد هي اكله مختصه بالناس ديال لي بيكارد، ديال الناس اللي ساكنين في هاد لي بيكارد. فانا غادي نوريكم هاد الوصفه. هاد الوصفه ما معروفاش بزاف، الناس ما كيعرفوهاش بزاف. اليوم غادي نقدمها معاكم وتعرفوا شنو هي هاد الوصفه. لهاد الوصفه كنحتاجو لي كريب صالي. غنحتاج لهاد الوصفه ان شاء الله عندي ليسليبخ ديال الحليب. ليسليبخ ديال الحليب هما جوج كيسان ديال العنبه عامرين مملوئين حتى الفوق. عندي 200 غرام ديال لافارين، 200 غرام ديال لافارين اللي هي الدقيق الابيض. عندنا ثلاثه البيضات، عندنا هنايا 40 غرام ديال الزبده المذابه. الناس اللي ما عندهمش الميزان فهما جوج ديال العواش كبار ديال الزبده. الناس اللي يقول لك ما كاينش غنديروا لهاد 40 غرام، جوج عواش كبار ديال الزبده نذوبوهم. عندنا ملعقه صغيره ديال الملح، هانتوما كتشوفوا معايا راها غير مملوءه، راني ما عمرتهاش. نعاود معكم المقادير: جوج كيسان ديال العنبه كبار ديال الحليب، عندي هنايا 200 غرام ديال لافارين او الدقيق الابيض، عندنا ثلاثه البيضات، 40 غرام ديال الزبده المذابه، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال الملح ما دايبش. هنايا كنبداو بهاد لافارين هي الاولى، نغربلوها، انا ضروري خاصها تغربل باش ما ديرش لنا دوك الحبيبات. غادي نفرغوا هنا الوسط. هنا غنزيد هادوك ثلاثه البيضات، البنات هنا راه كنعطيكم الطريقه الصحيحه ديال لي كريب. كنزيدو هذيك الزبده حتى هي، غنزيد ديك المعلقه ما مملوءاش ديال الملح، خلطو شويه، وهنا كنبداو نضيفو في الحليب. هنا البنات من بعد ما خلطنا الخليط ديالنا غادي نتركوه لواحد المده يرتاح، ورجع لكم من بعد نشوفوا باقي المقادير اللي غادي نحتاجوها لهذا الفيسيل بيكارد. البنات هنا رجعت لكم بعد ما خمر لينا، بعد ما سارح لينا هذا الكريب ديالنا، هو ما كيخمرش كيسارح شويه، وسخنت المقله ديالي. سمحوا لي نقاد لكم الكاميرا باش تشوفوا مزيان. هنايا غندهنوا هاد المقلة، هاد المقلات بشوية تاع الزيت، ندهنوها كما كتشوفوا. هنا كندوروها على هاد المقلة كاملة، هاد الكريب
هانتوما هاهي كطيب. هانتوما هنا بعد ما طابت من الجهات بجوج غندير وحده اخرى باش تبعوا معايا المراحل. نزيد كريم اخرى هذا هذا الكريب هذا هو مالح ولا بغيتوه نتوما لي كريب يكون فيه السكر هذاك لو سيكري غتزيدوا واحد تقريبا واحد ثلاثه المعالق ديال السكر ولا جوج المعالق كبار انا نخدم معكم هاد جوج الاولين وانا غادي نكمل على هاد الطريقه ونتلاقاو باش نشوفوا الحشو ديال هاد لي كريم. هانتوما كتشوفوا هي الكريب الثانيه ديالنا طابت انا غنستمر على هذه الطريقه حتى نكمل ونتلاقاو هنا واحد شويه بلات انا رشيت لكم هنايا البنات كناخذوا نص كيلو تاع الشامبينيون هنا البنات انا حيت بغيت نصايب واحد الكميه كبيره من بعد غادي نخلي لكم في الصندوق الوصف مقدار ديال ربعه الناس غادي نخلي لكم في صندوق الوصف هنا عندنا هنا البنات بديت كنقطع بلا ما نقول لكم هنايا البنات عندي 500 غرام ديال الشامبينيون اللي كنقطعو على هذا الشكل عندي هنا واحد البصله موين عندي فرماج غابي اللي غادي نغطي به هاد ان شاء الله هاد فيسيل بيكارد عندي هنايا هاد الجومبو هذا هذا راه غتلقاو في البلايص ديال لي شاركوتري هاد لو جامبو هذا انا خد جامبو ديدانت هنايا غنكتب عليه حلال البنات تقول لي كتاكلي الجامبو وعندنا هنايا هاد الكريب ديالنا من بعد ما طيبتهم هالشكل ديالهم وغنحتاج لهاد الوصفه واحد نص كاس معامر ديال الزيت شويه تاع الكوزه خليل من البزار والملح البنات غنقطع هاد الشامبينيون ونطحنو نديرو على شكل دوكسيل بعد غادي نتلاقى معاكم نوريكم غير الطريقه كيفاش غنطحنو انا غنطحنو في الماكينه خصو يبقى فيه شويه المرصوات البنات بريز هنا
ما طحنت الشامبينيون ديالي. البنات نقول لكم اللي ما عندهاش هاد لاماشين باش تطحن راه ممكن تقطع هاد الشامبينيون. وانتم عاقلين عارفين دوك الجرادات اللي كنا كنقردو بهم من الربيع فبحال هادوك تقدو تقردو به هذا حتى هو. الناس اللي ما عندهمش لي ماشين بحال هادو هنا البنات غناخد واحد المقله غادي نضع فيها هاد الزيت ندير هاد البصله تقله غنشعل فوق هنا البنات راني شعلت الفوق ديالي الفرنو ديالي غنحط عليه هاد البصله حتى تحمر غنتسنى على هاد البصله ديالي طيح واحد شويه تاخد واحد اللون ذهبي ورجع لكم باللي غادي نبغيو نديرو الشامبينيون. هنا البنات من بعد ما تشحرات هاد البصله ديالنا غادي نزيد عليها هاد الشامبينيون غادي نزيد عليها الملح على حساب الذوق وقليل من الإبزار ولا البنات هنا طاحت ليا الكاميرا نكمل معكم. وهنا غادي نزيد واحد القليل ديال شويه الكوزه كما كتشوفوا نزيد واحد شويه تاع الكوزه ماشي بزاف وهنا غادي نجهدوا العافيه على هذا الشامبينيون نجهدوا عليه العافيه باش دغيا يشرب هذاك الماء ديالو ويتشحر لينا. هنا البنات من بعد ما طاب ليا هذاك الشامبينيون ديالي ها هو غادي نبدا نعمر في هذا الكريم. هنا البنات راك نسيت ما قلتش لكم راه هذا الكريم غادي نبغيو باش بقي نزيدوها على هذا الكريم. انا غنوريكم الطريقه خصنا كريم يكون ليجير يكون ليجير جاري شويه ما عرفتش اش كتقولوا لي ما عرفتش كيقولوا لي مي كريم ليجير اللي غنستعمل. هنا البنات كناخذوا هاد الكريم نتمنى يكون يبان لكم الطريقه ديال كناخذوا هذا الكريب هذا كنزيدوا عليه هذا الجامبو هنا من بعد كناخذوا شويه من هذا الشامبينيون اللي صيبت وكنلويو على هذه الطريقه هنا. البنات خدت هاد هاد الصحون الصغيره هي كتجي فرديه وانتم الا ما عندكمش هاد الصحون الفرديه غديروا صحن كبير واحد وتجمعوا فيه كلشي على هاد بحال هاد الصحن هكا ولا عندكم شي صحن اخر كبير ديروا هذا عندكم هاد الصغار
فكيجي هو احسن كيجيو بهاد 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 الصحون الفرديه هكا. وهنا كنزيدو عليها لا كريم وكنديروا ليها الفرماج. نعاود معكم طريقه واحده اخرى. كناخذوا الكريب كنحطوا عليها هذيك جامبون ابري كنزيدوا عليها هذاك الشامبينيون اللي طيبنا كاملين مع بعض. كنزيدو لا كريم وهذا الفخوماج الاحمر اللي محكوك اللي حكينا على هذا الشكل. نتمنى البنات تكون فهمتوا الطريقه. نزيد معكم نقطه اخرى. La crème. البنات هنا لا كريم تقدر تكون ديال 30% ديال ماتيغ غراس اللي هاد نورمالمون تقدر تكون ديال 15% ديال ماتيغ غراس بحال بحال. هنا البنات غادي نكمل هنا على هاد الطريقه ورجع معاكم باللي نبغيو ندخلوه من الفوق. هنا البنات من بعد ما كملت هاد لي فيسيل ديالنا غندخلهم دابا الفرن على درجه حراره 200 درجه 190 200 درجه. ندخلهم واحد 15 حتى 20 دقيقه حتى يتغطى لينا مزيان هاد الفرماج ورجع معاكم. البنات هنا من بعد ما كنخرجوا اللاطه ديالنا من الفوق ها نتوما كتشوفوا كيفاش كيجيو هاد لي فيسيل بيكارد كيجيو بيان غراتيني طيبين مزيان. وهنا البنات غادي نرافقهم بهاد الطبيسيل ديال فيه شويه الخضره. فكنتمنى يعجبكم بالصحة والراحة ونتلاقاو إن شاء الله في وصفة أخرى إن شاء الله. شكرا لكم. ما تنسوش لي لايك تابوناو وبارطاجيو باش يوصلكم إن شاء الله الجديد ديالي. شكرا بزاف وإلى اللقاء.